غياب الحريات العامة وحروب تشهدها أطراف البلاد وعدم وجود حكومة متفق عليها، أمور برر بها تحالف أحزاب المعارضة السودانية رفضه دعوات الحكومة للمشاركة في إعداد دستور دائم للبلاد، موقف يستبق اجتماعا تشاوريا بشأن الدستور دعت إليه الحكومة. قررنا رفض هذه الدعوة ومقاطعة هذا الاجتماع، أنه ما هم مقدمين عليه بكرة هو مباركة طبخة أعدت نتيجة تحرك اتعمل له شهور عديدة. حزب الأمة القومية المعارض هو الآخر أعلن رفضه دعوة الحكومة، وقال أنه لن يشارك في صياغة دستور في ظل نظام غير ديمقراطي تنعدم فيه الشفافية. أي حديث عن حوار حول الدستور في ظل النظام القائم يعني تكرار التجارب الفاشلة، ونحن في بلد وصلت فيه أزمة الحكم إلى نقطة حرجة تنذر بالانفجار وتجزي البلاد نتيجة لعدم إنفاذ أهم بنود في اتفاقية السلام وهي التحول الديمقراطي. موقف قبل بالرفض من الحكومة السودانية التي وصفته بأنه وضع للعراقيل أمام ما سمته الحل الوطني لواحدة من أزمات البلاد الكبرى، وقالت أن قوى المعارضة تهربت من مسؤولياتها الوطنية حسب تعبيرها. المقاطعة لا تخدم القضية الوطنية، المقاطعة لا تقود إلا لمزيد من التعقيد للمشكلة السياسية السودانية. هو موقف لن يوصل المعارضة إلى ما تصبو إليه من خلال ما تعلنه عن إسقاط النظام وعن إنهاء النظام. الخلاف بشأن دستور دائم للبلاد يكشف تعقيدات أزمات السودان، ومنها عملية التحول الديمقراطي، ويبقي على أسلوب المواجهة بين الحكومة والمعارضة. خلافات كبيرة بين الفرقاء السودانيين الذين يرفضون مجرد الجلوس على طاولة واحدة لمناقشة دستور بلادهم، خلافات تجعل من الصعب التوصل إلى دستور دائم لبلاد حرمت منه أكثر من نصف قرن من الزمان للأسباب ذاتها. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.